في الأول بس اسمحوا لي في دقيقة كده اتفضل. عشان الحدث ده ما يتسابش. يعني طبعا أول امبارح افتتاح فرع النادي الأهلي التجمع الخامس، يعني كلنا كنا موجودين والحقيقة كنا يعني فخورين جدا باللي بيحصل، ودي أقل حاجة بالنسبة لنادي القرن والمجلس الإدارة اللي اتحمل كتير جدا جدا، وإنجازاته الحقيقة عدت طبعا البرنامج بتاعه الانتخابي عدت بكتير يعني. ده حقيقي. واصبح النادي الاهلي مش نادي القرن بس في البطولات والانجازات، انما كمان على مستوى الانديه الاجتماعيه. اعتقد بقى دي مش في مصر او في افريقيا، دي في العالم كله مفيش نادي عنده الاربع فروع بالفخامه دي وبالوسع ده وبالامكانيات دي وبالحلاوه دي. حاجه طبعا كنا قاعدين فخورين جدا ان احنا ننتمي للنادي الاهلي، وبنشكر طبعا مجلس اداره وكابتن خطيب طبعا يعني.